مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. اليوم عندنا موضوع التغذية الأساسية لنمو الطفل. نتكلموا على لي زاليمون اسونسييل بور لا كرواسونس دو لانفون. بزاف الأمهات خاصة لما تكون في فترة الرضاعة وليدها يكبر شوية ما تعرفش واش تعطي له. منظمة الصحة العالمية الوامس ال ريكوموند ان اليتمون ماتيرنيل يعني رضاعة طبيعية حتى لست شهور. طيبي في الدار وتسني ولادك بفارغ الصبر على الفطور باش تجتمعوا كامل ومن بعد يجي واحد فيهم يقول لك ما ناكلش. الام هذه ما تقدرش ترضع بون تقدر دير بيبون، مي كيفاش راح دير هذاك البيبون لو بوتي؟ حصتكم الاسبوعيه ولادنا تحت جناحنا الموجهه للاولياء تجيكم هذا الاسبوع بموضوع التغذيه الاساسيه لنمو الطفل، لي زاليمون نيسيسير ا لا كرواسونس دو لانفون. من 0 الى 6 شهور حليب الام ما فيش نقاش. التغذية مهمتكم، الأم ذكية نتكلوا عليك يا سيدتي، لازم تغذي أولادنا اللي هما أولادكم وراهم تحت جناحنا. إذن إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الإنترنت أولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك أولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا. إضافة إلى برنامج عمو يزيد أولادنا تحت جناحنا، حصة جديدة تخص الأولياء تجيب على أسئلتكم مع أخصائيين في شتى المجالات في هذه الأوقات على الشروق العامة. مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.